انا اسمي احمد خالد، انا معايا كمبيوتر ساينس، في نفس الوقت شغال الصبح في شركه مطاحن شمال القاهره، شغال فني صيانه، وبعد ما بخلص شغلي باجي بفرق. انا الصبح انا في الشركه الاساسي بتاع 239 جنيه بالحوافز بالبدلات، بخش لي في 800-850 جنيه. انت لازم غصب عنك لازم تنزل تشتغل شغلانه ثانيه وثالثه ورابعه كمان. هي دي انا حاجه بالنسبه لي فرحه لطفل، انا بفرح طفل، ودي حاجة يعني بتخليني انا ببقى مبسوط، يعني ان في طفل بيضحك لما بياخد لعبة مبسوط. انا بنزل نزهة جديدة جسر السويس، بنزل شارع المسكي، بنزل درب البرابرة، بجمع الشغل بتاعي. ببتدي بنفخ، بخلص شغل الحكومة على الساعة 3-3:30، باجي هنا على 5 ابتدي انفخ، ابتدي اظبط حالي، والناس في المحل اللي جنبي بيشيلوا الحاجة عندهم وباجي باخد الحاجة من عندهم. فالحمد لله الناس هنا كلها كويسة بتحبني يعني، وبنشتغل مع بعض، محدش بياخد مني فلوس خالص يعني. المقاس الصغير ده كنا بنبيعه ب3.5، فدلوقتي دلوقتي بيتباع ب5 وبيتباع ب7.5. المشكلة في ديت ان الحاجة بقت غالية جدا، وبقت انت بتبيع دي حاجة لطفل، ما بتبيعش اكل وشرب عشان لما تغلي الناس هتشتري، لكن دي لعبه معاك فلوس زياده تشتري، معاكش فلوس زياده خلاص هتشتري. ده اللي هو فيه ليزر دوت، ده ممكن بيتباع ب10، بس انا ببيع ب7.5، ما ببيعش ب10. الهيليوم ديت دي كنت ببيعها ب10 جنيه السنه اللي فاتت، السنه دي ببيعها ب20، حتى مش نافخ منها كتير يعني. هم اكتر مواسم هو الوقفه، العيد الصغير والعيد الكبير والعيد، بس العيد معانا بقى من بعد الساعه 6 يعني. من بعد الساعه 6 تاني يوم هي الخامه واحده، هي الخامه ما بتختلفش. حتى الهيليوم اللي انا بشتغل بيه، الهيليوم ده بيبقى هاي بيور عشان خاطر يقدر يطير في الشارع، ان لما انت في الشارع مش جوه المحل لازم الهيليوم الهاي بيور عشان اللعبه تبقى طايره قصادي كده، تبقى طايره واقفه سرحه كده. انبوبه الهيليوم الاول كانت بتتملي ب 1350، النهارده بتتملي 2200 2250 في الرينج دوت. تفكير الشامل دلوقتي ان انا ابقى حاجه في موضوع الديزاينر، ان ده اللي شاغل دماغي قوي دلوقتي اليومين دولت يعني. اتعلمت ازاي اعمل اعشاب بالون، وتعلمت ازاي اعمل عواميد بالون، رحت عيد ميلاد وعملت عيد ميلاد والتاني والتالت والرابع، اتعرفت على واحد بتاع دي جي، ابتدينا نشتغل مع بعض، واحنا شغالين مع بعض كان في حنانه نوبي اتعرفنا عليها برضه، بقينا ان احنا برضه نشتغل مع بعض، بقينا ان احنا بقى ابتدينا نبقى جروب مع بعض، وقت ما احنا ما نروح نشتغل بنشتغل كلنا مع بعض وبنقف كلنا مع بعض. فدي حاجه بالنسبه لي احسن بكتير قوي من شغل البالون على الاقل، بدل ما اموت الشارع يعني.